حبايبي في 1 فيرست ترم 2024، تعالوا كده نكمل في درس الدروينج سكيل ونتعلم ثلاث جمل مهمين وسهلين يجي لي كومبليت وتشوز وممكن ترو فولس. تعالى كده نشوف مع بعض. ايه يا حبيبي مش عارفك؟ اسمع بقى. بيقول لي لو الدروينج سكيل، يعني بعد ما حليت المساله، ركز معايا يا حبيبي، بعد ما حلينا المساله وجبت الانسر، الانسر بتاعتك دي هتبقى حاجه من ثلاثه، يا اما شايف انا كاتبها لك بالعربي ليس وان. يعني ايه ليس وان حبيبي؟ يعني اللي فوق اصغر من اللي تحت، اسمها ليس وان. طب لو كان الانسر اللي انا تعبت وجبتها ليس وان، ايه اللي استفيده؟ اسمع بقى اللي جاي دي، ده كولد، يعني مسميه. عندي ثلاث اسامي، نسيت اقول لك الدرس ده مكرر السنه دي على سكندري 1، الحته دي في درس اسمه السيميلاريتي. بص بقى معايا، ناس تقول ريدكشن، يعني ايه ريدكشن؟ يعني انا عملت تصغير. ناس تقول مينيمايزيشن. كمان مره، لو الدرونج سكيل طلع ايه؟ حضرتك تقول ايه؟ ريدكشن. دي بتبقى في الاجابه. طب ريدكشن دي ليها معنى تاني؟ مينيمايز. طب ليها كلمه ثالثه؟ اه اسمها شرينك. كل ده بمعنى تصغير. يا رب اكون كاتب لكم الثلاثه. لا كاتب لكم اثنين بس، ريدكشن ومينيمايزيشن. في كلمه ثانيه لو لقيناها هبقى افكرك بيها، اسمها شرينك. بص بقى اللي جايه دي، لو الدروينج سكيل الاجابه اللي انا جبتها كانت مور 1، هل ينفع اقول ريدكشن؟ طب مينيمايز؟ لا. امال هيبقى ايه؟ اسمع بقى، انلارجمنت، انا بعمل تكبير، زي لو احنا بنصور انت ونيجي نشوفها في كتاب الساينس بتلاقيها ايه؟ صوره كبيره. عمل ايه؟ انلارجمنت او ماكسيمم، كبرها. يبقى ادي كمان الكلمه دي لازم اعرفها، ميجنيفيكيشن، يعني انا عملت برضه تكبير. كلمه ثانيه يلا حبيبي، انلارجمنت اهي، وفي كلمه ثالثه اسمها ماكسيمم. الكلمتين اللي انت كتبتهم دول يجي شكل السؤال ازاي؟ دول بس الثالثه انه ممكن يبقوا ايكوال 1. لا خلاص، يبقى ايكوال 1 مش عادي. بص بقى معايا، نعمل ستوب، ايوه، ونروح راجعين على كتاب الاكسرسايز. تعال نكبر ونبتدي نتكلم مع بعض. بص كده يا حبيبي شكل الاسئله، ثواني حبايبي والنبي، خلينا مع بعض هنا، ممكن خلينا مع بعض هنا بقى نسمع. بص حبيبي، الراجل الجميل ده بيقول لك ذا سكيل جروينج، هل الكلمه دي تختلف عن اللي احنا قلناها؟ طب السكيل جروينج هنا عامل لي فراكشن، تفتكر مين نكتبه اب ومين داون حبيبه؟ طب بص بقى، عارفه انا عشان ما اغلطش اعمل كده، اعمل كده، سوري، اعمل كده، اعمل كده، فيبقى ساعتها انا عاوز الدروينج سكيل اداريه بايدي، يبقى مين اب؟ مين داون؟ الريد، الريد اللي هو الحقيقي. لون تاني، الماجيك تريانجل ده هيريحك، ما تبقاش بتنسى، درب نفسك عليه باستمرار. طب تعالوا بقى نشوف الجمله الثانيه، بيقول لي السكيل، بص كده ايدي يا مستر، لا حبايبي انتوا مش شايفين دي؟ مور، اه تصدق مور، مور 1. يبقى انا اقول ايه؟ اهو، يبقى ريبريزنت، كلمه ريبريزنت يعني يمثل ايه؟ كولد ايه؟ احنا لسه قايلين، قول يا بيم، ماكسمايز وانلارجمنت ماجنيفيكيشن. يبقى لما اقول لك انه مور 1 افتكر كلمه ماكسيمم، دي اسهل حاجه يا عم، او enlargement. طيب لو less one، عندي كذا كلمة أسهلهم، قول يا بينا،
شرينك. طب ما لقيتش شرينك، ماشي يا احمد. ها جايده، سوري احتاج ايه؟ ريدكشن. حلو خالص. طب كلمه ريدكشن صعبه، ايه رايك في ام اي ان؟ مينيمايزيشن، عمل تصغير. مينيمم، مينيمم، ماكسيمم. مينيمم تصغير ومينيمم صعب. احاول برضه، ما تقولش بالعربي ده ليك انت، مش هتلاقي حاجه عربي. تعالى بقى نلعب اللي جايه دي، بص معايا لو سمحت. احنا لغايه دلوقتي ده ديفينيشن، يجي لك كومبليت وتشوز. بيقول لك لو انا السكيل 1 to 200 يبقى ده ريبريزنتيف. طب نفكر، احنا اتفقنا ريبريزنت يعني انا هقول له حاجه من اثنين، يا مينيمم يا ماكسيمم، يا اما ريدكشن يا اما في ست بتيجي بعد كده ولا لا؟ شكرا. يلا حبايبي، ثواني يا بيمن، يمكن يفكروا زيك حبيبي. احنا لسه حللهم. في صباع طلع بس ايه؟ ليه ماكسيمم؟ بص يا حبيبتي اسمعي بس، امتى اقول ماكسيمم؟ امتى اقول مينيمم؟ بص هنلعب اللعبه دي وحاول تفهمها. انا عن حاضر حبيبي، يا لهوي يا اخواتي على الجمال، ولكن ربنا ما يحميك. طب اسمع بقى، لو انا عملت لك ريشيو كده 1 تو 2 او اي تو نمبرز، دي هي هي وانا على التو صح؟ اللي فوق اصغر من اللي تحت؟ ايوه. يبقى ده اقول مينيمم؟ اقول ريدكشن؟ فهمت حاجه؟ طب نقول تاني؟ حاضر يا بس، ايه دخل دي باللي انت مديهاني؟ بص يا عم، 1 to 200 يعني كانها كده. يا ترى النيمو اصغر من دينيمو ولا اكبر؟ اللي فوق اصغر من اللي تحت؟ يبقى اقول له كلمه ريبريزنت. ريبريزنت ايه؟ مينيمم ريدكشن. حاول حبيبي تتدرب على الكلام، وده شكل الاسئله. طب نقول تاني؟ الو؟ طب بص اهي حاجه تانيه برضو، بص كده بيقول لي ايه؟ اللينث ان دروينج 5 سنتيمتر. انت في مسالتك لازم تحدد مين الدي ال، مين الار ال، مين الدي اس. لو عرفت تحددهم انت مش هتعرف. طب انا يا مستر لسه اهو، بص كده لينث دروينج بعدين ريل لينث، بدات تندع كده ريل لينث، يبقى ده ايه؟ حاجه من ثلاثه. طب ايه بس؟ حاجه من ثلاثه. ار ان، الله ينور عليك، ار ان ريل لينث ار ان كبير. بص بقى دي تاني حبيبي، حاضر. اسمع يا بابا، ركزوا بس معايا لو سمحتوا. اي مساله لازم انت تحدد هو مديني اثنين من ثلاثه. تعالى يا عم اجيبها لك من الاخر. الراجل ده بيقول لك then scale يعني انا عايز الدي اس، ادي اهو. يبقى انت عشان تجيب له الدي اس لازم انا ابقى مدي لك مين؟ يعني الدروينج لينث والريل. بص الراجل ده راجل طيب، قال لك ادي الريل، يبقى ال 15 دي بتاعه الار ايه؟ 3 15 نعم حبيبي. اصبر اصبر، النبي ما تتسرع، النبي ما تتسرع. واللينث يعني ده يا مستر الدي ال بكام؟ 5. انا عايز الدي اس علشان ما اغلطش، حته ماجيك تريانجل، اللي فوق دي ال، اللي تحت هنا دي اس وهنا ار ان. انا عايز دي اس، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ فراكشن. مين فوق؟ اللي هو بكام؟ ومين تحت؟ ال 15. خد كمان المفاجاه، المستر وهو بيحل قال لي لازم اكتب اليونت ده سي ام وده ام. خد بالك والنبي، انت واد جميل بس اتسرعت. اسمع يا بابا، هنروح كده في الشارع بتاعنا. اهدى حبيبي، اهدى بقى، لما اقول لك اهدى تقفل. انا عندي فوق 5 سنتيمتر و
وتحت عندي 15 متر. ينفع دول ادخلهم في الكالكوليتر 5 اوفر 15؟ لا. ليه؟ عشان ده ايه؟ سنتي. وده نروح لمين؟ اللي هو مين؟ الميتر. احولك يا متر لايه؟ نعمل تايمز ايه؟ يبقى حضرتك في الكالكوليتر هتكتب 5 وتحت ادي 15 ومعاها 20 وادخل ده في الخلاط. طبعا غير اللي انت مالك ده تغلط ليه؟ تغلط. بص معايا لو سمحت هنعيد تاني بس نعمل ستوب.